انا ضد. علاش؟ حيت على الاقل المغرب عربي يديروا مثلا المغرب الجزائر تونس، انا متفق. حيت لا كوب دي موند كانت في 82 اعتقد 82 لما خدتش الذاكره، كانت اسبانيا نظمت لكاس العالم، وكان فرنسا وعلى الاقل يخليو كما سبقوا افريقيا الجنوبيه يعطيو المجال افريقيا الشماليه، على الاقل هذا الثلاثي يكون بعدا المغرب الجزائر تونس، بعدا على الاقل تشريف ماتي. وحنا راه كويريه ماشي هنا، راه حنا برزنا شي في 82 ونجو 86. المغرب شكون اللي قصته؟ الالمان، فريق ديال المانيا. المانيا هي دات كاس العالم وحنا نكونوا فيناليست، علاش؟ لولا هذاك الخطا اللي كان تقصينا اخر دقيقه، انه هذاك الكفرون ماتي اللي تسجلات عندنا، كان اعتقد حسينا وكان الزاكي هو هذيك هذيك في 86 اعترف بها لو بيتور ديال بينيفيكا ديال ليكيب البرتغال اللي ماركا البيت. حنا درنا 3-1، هذاك سميتو كارلوس مانويل، هذاك جي لوكازيون، جابت الفرصه. كنت في ليسبون وكنت حدا الملعب بينيفيكا كومبين، تحت الفرصه خرجتو من الفيستير تيتكمل الفرنسيه وتي افتخر بالفريق الوطني وذكر لي الاسماء ديال كاع جميع اللعابه، وعلى اسف قال لك ودي المغرب كان يدي كاس العالم، يكون فيناليست على الاقل، يكون فيناليست. ونتمنى ان شاء الله تكون هاد الثلاثي يكونوا المغرب الجزائر تونس، هذاك فخر ديال المغرب العربي واوروبا راه دازت فيها كاس العالم. هذا المقترح اللي داروا بين تنظيم كاس العالم بين البرتغال والمغرب واسبانيا هو مقترح زوين وخايب، زوين من واحد ناحيه وخايب من واحد ناحيه. هو زوين بان الدول ديال العالم كما طرا كما ربحوا كندا و2026 تكون بين جوج قارات، كقاره اوروبيه وقاره افريقيه، تبادل بين اجناس وما تكونش واحد ميز عنصري بين العرب والاوروبيين، والبنيه التحتيه وهذاك الشيء التجهيز خصهم يجهزوا احسن تجهيزات، يكون كل شيء يديروا قريب وكل شيء مزيان ان شاء الله. الكاس العالم ما بين المغرب واسبانيا والبرتغال الا كان في المغرب غيدخل لنا العمله الصعبه الدوفيز من برا، وغيزيد ينمي لنا التنميه السياحيه في المغرب، والسياح تولي المغرب محطه مركزه بالنسبه للسياح، و تكون تنمية وتغيير في المغرب. اسبانيا والبرتغال والمغرب مقترح مزيان ديال تنظيم الكاس العام، خاص يكون رسمي شوف الامن، وبنادم يكون مفقه، وبنادم يكون العقليه ديالو نقيه، ها هو ما يكونش تخريب وكل الامن. بان التنظيم هذا هو ذو منفعه كبيره للمغرب، علاش؟ حيت غادي نوليو غادي نتقارنوا ما بين دول بزاف، نتقارنوا ما بين دول بزاف بحال اللي هذوك اللي كانوا نظموا كاس العالم شحال هذيك، برازيل. حنا المغرب كان عندنا طموح بزاف باننا نظموا هذا كاس العالم، ولكن دابا جا الدور. الا كانش غادي الا كان غي في ملف الثلاثي تنظن بانه 99% غادي تقبل، علاش؟ حيت معنا دول من الاتحاد الاوروبي. وكيفاش تعرفوا اسبانيا؟ اسبانيا ذو البنيه التحتيه مزيانه، البرتغال كذلك، والمغرب حتى هو بانه فيما تنشوفوا بان المغرب باغي يدير شي حاجه كنشوفوا بانه كاين بنادم تيتحرك، الدوله كتحرك، المجتمع المدني حتى هو تيتحرك باش يقاد. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.